هذا دربيل بس مو ما تشوف البعيد هذا تشوف فيه المستقبل. لا لا مو قطرة حاب. لا تحرقني. ما شاء الله. عند الشيت يعني شنو؟ أنت كنت بالحمام طبعاً الويو كلها متفقة كلنا من جابان فجأة صرنا كلنا من جابان. شان هون هنجي؟ شان هون هنا؟ أو لا شان ما بعلي؟ أو صراحة سليبينج بيوتي. يعني أنا أقولك بدي شنو واحد؟ طالع وين؟ راحة أهم شيء راحة بعلي. نايم بالسطح علي يقول نايم بالسطح ما علي. صباح النور يا هلا. ايه شوف ها اوبن داي. لا ما هي طول بالك لا مو كذي امسك نفسك يا ابو علي. نسيت حسبالي اوبن داي طلع اوبن مين. صراحة الاجواء جميلة يعني اقوى شيء بالمكان الهدوء. شوف اكثر مكان حسيت فيه بر ايام اول هنا. اي والله. وما نوع القهوه؟ لافازا. بس انا احبها هذه انستنت مو نظام قطرات و... شوف احمد شنو هذا؟ هذا كيك اتكنز. شي زعل. يعني انا اللي زعلان مو هو. لا لا بناك صار ساعه انت بتصور كيك اتكنز وما شنو. تعال تعال يلا زين يبغى من امس مخلينا ناكله مع الريوق. انا قلت سويته زي شلون يعني بنجربه يا ربع. اتكنز حق اللي ما يعرف اتكنز نعطينه بده. اتكنز طبعا نظام غذائي يشبه الكيتو يعتمد على اللو كاربس. عندك ممنوعات اي شيء فيه كربوهيدرات واي شيء فيه سكريات واي شيء فيه. لحظه ابو علي انت بس تاكل قاعد تصور كوفي. اي على كوفي صدمني. اي نعم صدمني. حاضر بالعافيه. ماريوك الصباح هذا قوي ما ضبطت. ما يجي زين سويت يده جديد. وعلى ريفيو تايم. اوف يلا طبعا حاليا عندنا انبوكسينج. ان شاء الله ما تبطلوا كلهم يا
يلا بطل. يلا يلا شاهدين، هذه طبعا ماجيك ووند تسوي سحر. راح اسويك مبدع. عصاية تستخدمها بالمشي تسند عليها وانت قاعد تهوش تستكشف دربك اذا مثلا. لا بعد ما استخدمها ترى. اوكي. زين. انا احس هذا تابعني، هذا زانتني. متواجد مسوي قناه. هذا دربيل بس مو ما تشوف البعيد. هذا تشوف فيه المستقبل. شنو مستقبلك ابو علي؟ قاعد اشوف ابو علي قاعد اشوف انك مغرز بالرده. اوف. ايه قاعد اشوف انا مغرز الحين مو بالرده. هذه هي الظاهر، هذه هي قادر تطلع. مستقبلك غلط. لا لا خلينا نشوف من بيطلعك. اوف ابو علي مالك الى صقور الارض. بعدين بو علي هم تقدر استخدام ثاني. زهير برسلي. راح نخلي واحدة جيف اواي يا ربع، راح نسوي مسابقة والفائز ان شاء الله راح نعطيه عصاية الدربيل على راسه. حاول انك ما تفوز. فحاول انك ما تفوز. اوكي. ناظر انا بصور كلاهي. لا والله طالع قاعد يغشنا اخوك. شنو بايع زيني البطه؟ انا اشياء ابو علي. سم سم بالي. سلام. بالعافية يا ربع. نعم الله على من تكلف. حياكم على عشانا. كله غلط. يا وناس نغزوا علينا بس مشاكل ما عندنا شيء كان يمشون. لا شو اخباركم؟ هلا ابراهيم. يلا هني هني ارجع قري على هذا. زين يعني احنا كل شيء موجود، ايش دعوه يعني علشان يبجدر وياك ايش دعوه؟ ايوه علي هذا ملك الكشتات عرفت؟ ما شاء الله ما شاء الله يا ابراهيم. لا لا مو بالنار. لا لا طالع الجدر اللي جايب الزغره حتى بيض طماطم نسوي فيه. والله عمار انت ملك الكشتات وانت ملك العيوش، كان يب جدرك جايبه وينه؟ موجود. حق عيل شاري جدر انا كذي بس عشان تسلم. عمار هذا اكبر جدر حصلته صراحه يعني. ادري انه صغير حتى الملاص غلط بس هذا اللي حصلته في الدار العالي. اسوأ يا اخي. جاركو جاركو. وين جركلكم تحطونه؟ يعني يم هذا والله. ليش صغير؟ هذا اكبر واحد. ها ابراهيم شو الكيكه؟ والله طيبه. حاضر لذيذه. حاضر اتكنز. هذه هذه اتكنز يا الحبيب. الله
اسالك السؤال المشهور. حاضرين. شنو عشاء؟ اوهو اليوم بتبوس لحم. لا لا ابو علي مو شرب هذا. لا لا واحد بيتعلم الطبخ شو تقول له نصيحة واحدة بس؟ صدق سؤالك صعب علي. لا يعني شنو أهم ميزة أهم صفة بالطباخ؟ تكفى جاوب على أي سؤال ذبحني. أسئلتك يعني غلط أبو علي. من وين يبلش؟ من إنه يشوف واحد يطبخ. كالعادة طبعاً إبراهيم متعودين عليه مساعد، صار له 13 سنة مساعد الشيف. بيني وبينك أريح وأونس لأن براكتيكال يعني على طول ما في فرشر. أيوه غلط ما حد ينقد عليك، نفس صح. الوقت قاعد تستخدم الفارس العملي مالك صح. أما شيف وسوبرفيجن لا مستحيل. إبراهيم شنو دورك اليوم؟ أنا قاعد أقلي اللحم طال عمرك. أهم المراحل هذا أحلى مرحلة، هذه اللي تشتغل فيها بذمة وضمير. شنو تنصح الناس اللي يحبون يقلون لحم؟ ليش ليش كله يتوهقون بالسؤال؟ لا تحرق، لا تقلي، لا تقلي وايد صح، وخلى نص محمش مو وايد بس الطبقة اللي فوق عشان تعيش أجواء رمضان تقريبا. ترى هذا حقي، هذا حقي ابو ابراهيم. انت ما يصير الحين حاجز نص اللحم اللي طلع بعد. احنا اللي قاعد نطبخ، احنا لنا الاولويه ابو علي. انت قاعد هنا اتكنز بس تبي تاكل لحم. زين انا شايل الصحن صار لي ساعه قاعد اعطيك. هذا حقي خلاص ابو ابراهيم. احنا ما سوينا شيء صراحه. طال عمرك هنا العمده. بارك فيك. خليفة العود أبو إبراهيم شاركت بالمسابقة؟ المسابقة أنا ما عرفت للحين شنو المسابقة. مسابقة منشن واثنين وسو فولو حق الحساب ايه؟ وتربح معانا دربيل، قصدي عصاية أبو دربيل. أنا من زمان كنا مسوي سبسكرايب ومسوي فولو. إيه بس ما منشنت. كيفك برا المسابقة أنت؟ بعد شوي ذكرني ابو علي. اوكي ابو علي لا تلهينا الحين. اسف اسف يا اسف اسف. كله لعيون كون. انا بعيون كون. يعني لو جايك ايش لحم المطعم مو وايد احسن؟ لا قارن هذا في النفس، النفس الصحراوي مالنا مال اليوع مال المطعم. لا لا ما زلت ارجع ورا شوي. انت بعمره اتحكم. ارجع ارجع شوي. هذا آه. خطوه يا ربع. لا انزل انزل لا مو انت انزل وانا قاعد اصب. لا تعرقني. يا اخي صراحه لو مو انت ما راح نتعشى اليوم. لا مو قطرة حامد. لا مو قطرة حامد. شو اسوي طيب سويت؟ بس خلاص كذا واو. دقوس ليكوك من جنوب فرنسا. أشاريوغ من شمال إيطاليا. ولبنة بيغا من جبال تركيا. بيغا 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 شنو لدغتها بابا؟ بام بيغنا بيغنا بيغنا. شنو بعد؟ سيلفر وير
لا بس لونه ابيض بس اي من جنوب الجمعية في ناس تاكل ايه عادي روب لبنة مع العيش ايه روب ايه بس لبنة توني ادري بايل ياكل دهن غير مع العيش يعني تتكلمني عن لبنة ما في جوز تشوف كل شيء. ايه عجبني شلون انصدم تاكلون لبنه مع ايش؟ هذه الاكله معروفه. سهل والله ترى. ما زبطت. خوش اكل بس الحين ما اكلينا. لو ناطر عليه بعد خمس دقائق كان حكي. ليش شايله الحين؟ شلون نظف الجدر بعد ابيها العيش هذا حقي هي ما شاء الله سوالف شنو هذا ما فيك فاش السالفه تحياتي لكم أعزائي المتابعين وإن شاء الله الحين عملية السحب ستتم شكرا لكل اللي شاركوا على عصاية الدربيل هذه والآن مع اللحظة الحاسمة شوف الاسم اللي راح يطلع أوب نايكي 94 أعزائي المتابعين ما راح يكون أول وآخر واضحة أقول أشو أن مسويه لايف يعني قدام الناس بعد مو شو اسمه مو أول ولا آخر giveaway في القناة حسابنا في الانستغرام وفي اليوتيوب أيضا قاعد ننزل فيديوهات لكشتاتنا ورحلاتنا وكل شيء إن شاء الله ممتع وجميل مرة ثانية أشكر الجميع على الحضور وأشكركم جميعا شكرا شكرا ومع السلامة الحين هذا شلون يسكرونها كانت رحلة جميلة وحلوة بس هذه الساعة اللي حسيتنا بالغبار والأول اي والله بس كانت رحلة وايد حلوة هدوء صدق يعني فصلنا عن جو الديرة واللويا والزحمة فصلنا صراحة فصلنا